الو يا نابليون، كده تضحك علينا مستعمرين الكوكب. يقولوا علينا ايه؟ جيش يتهزم من أملة؟ والله عيب. نابليون مات تحويده 17. سلام. تخيل ان جيش مكون من 500,000 بني ادم يتهزم بسبب الامن. بص يا سيدي، قام نابليون باجتياح روسيا سنه 1812، ودي حاجه عاديه. بس بقى اللي مش عادي ان الجيش دوت ما نجاش منه غير شويه الاف، يعني وصل عدد 25,000 بس من 500,000 لمدينه فيلنيوس. ومش بس كده، تخيل ان 3,000 واحد بس من ال 25 هم اللي نجوا وكملوا انسحاب. سنه 2001 تم اكتشاف مقبره جماعيه بتحتوي على حوالي 3,000 جثه، ولقوا اجزاء لخمس املاك في الحفريات اللي هم لقوها، وبفحص 2 كيلو جرام من التراب اللي كان فيه بقايا عظام وملابس الجنود، لقوا ان بقايا الامن كان فيها الحمض النووي الفيروس المسبب لحمى الخنادق اللي انتشر في الجيش الفرنسي في روسيا. وكمان تم تحليل 27 سنه اتاخدت من بقايا الجنود، واكتشفوا في 7 سنات منهم على نفس الحمض النووي اللي برضه بيسبب حمى الخنادق، وثلاثة منهم لقوا فيها الحمض النووي الفيروس المسبب للتيفوس. ومن هنا توصل الباحثون ان الامراض اللي بينقلها الامن كانت سبب هزيمه جيش نابليون في روسيا، وان عدده يقل من 500,000 ل 3,000 بس. لو انت اول مره تعرف المعلومات ديت يبقى اعمل لي متابعه عشان في معلومات كتير قوي جايه. وما تنساش سيب رايك في الكومنتات. كان معكم الفراج من داخل استوديوهات كاشه اللي هي احنا فيها دي. الو، ايه نابليون صح وعايز يحتلنا تاني؟ طب قول له جيب لي سيد معاه، وما تنساش اللايك والسبسكرايب. اجرنا بقى.